سيد رامي هويدي. على بركة الله تعالى تنطلق صافرة حكم لقاء مفتاح العالمي ودقائق الشوط الأول لمباراة الاتحاد وضيفه فريق نادي أسري. أكيد كل التوفيق لطاقم التحكيم، كل التوفيق لفريقي لطرفي المواجهة، ونتمنى أن نشاهد مباراة ممتعة فيها لعب مفتوح، فيها فرجة، وأن تكون الأهداف في المساحة باتجاه أحمد الهرام. الهرام واحد على واحد يبحث عن مرور، الهرام يمشي، الهرام يعكس العرضية، الهرام في الجهة اليمنى. التنفيذ لفريق نادي الاتحاد، ستلعب عالية مقوصة. هل نشاهد هدف أول في أول الدقائق؟ الكرة خطيرة من على خط المرمى وبعدت، الكرة خطيرة من على خط المرمى وبعدت من دفاعات فريق نادي أساريا. خطير جدا هذا على الهرام على الجهة اليمنى، الهرام يعكس العرضية، العرضيات قاتلة للهرام، المحاولة ضربة جزاء، ركلة جزاء، ريغولي. شاهد الحارس أحمد عياد الكونغولي، بانيكي برافو، جول. هدف أول عن طريق جون بانيكي، وطوس الواضح أمامنا على الصورة، القادم من الكونغو، من جمهورية الكونغو، ليسجل هدف أول لفريق نادي الاتحاد في هذا اللقاء، ليعطي الأسبقية والأفضلية على مستوى النتيجة في هذا الشوط الأول لأصحاب الأرض والضيافة فريق الاتحاد من أمام الضيف القادم من الزاوية من العنقاء فريق نادي أسري. الآن ربما الوضعية ستتغير في هذا الشوط الأول، الأمور ربما ستتغير في دقائق هذه المباراة، سنشاهد مباراة مفتوحة بشكل أكبر. أساريا بعد أن استقبل أربع لاعبين ولكن الكرة تحولت إلى كورة. نتابع هذه الركنية تلعب على مستوى القائمة الثانية، أحمد القاضي يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وفي هذه اللحظات أصدقائي أعزائي المشاهدين نضيف هذا الهدف الذي جاء من إمضاء وتوقيع جون بانيكي أوتوس المهاجم الكونغولي من علامة الجزاء. على بركة الله بداية وانطلاق دقائق شوط المباراة الثاني بقيادة حكم لقاء مفتاح العالمي، واللي عند يعقوب، يمشي يعقوب يبحث عن بينية، كرة خطيرة ضاعت، انفراد تام بالمرمى في اللقطة الماضية، تمريرة كانت ولا أروع عن طريق الخبرة. أكيد يعقوب عبد الله يمرر كرة يضرب بها دفاعات فريق الاتحاد، بينية كانت ما بين طلال فرحات وكذلك صبحي الضاوي، والانفراد كان بالمرمى والتصويب مرة ثانية تمويه، ولكن الابعاد موجود. تصل الكرة للهرام، الهرام الكرة المرتدة باتجاه جمبر، جمبر جمبر إلى أبو وردة، أبو وردة أبو وردة أبو وردة، جول جول تاني عن طريق أبو وردة، هدف فدائي بامتياز في الأسيست، في التمهيد، في التحضير، كان زياد كامبر، والانهاء والترجمة والفينشين كانت عن طريق محمود أبو وردة. هدف ثاني لفريق الاتحاد يحسم به الأمور، يؤكد به الانتصار والعبور من أمام أساريا بهدف ثاني من إمضاء وتوقيع وأسيست، والتهيئة كانت من زياد كامبر، الانهاء كان من محمود أبو وردة. هدف فلسطيني بامتياز، هدف كان في التمهيد زياد وفي الانهاء محمود، الثنائي الفدائي يضيف للاتحاد هدف ثاني وثلاث نقاط وانتصار ربما بنسبة كبيرة قد تأكد ويقترب الاتحاد. الضاوي بوردة من جديد إلى صبحي، صبحي يسيطر على كورته، يبحث عن تمرير الضاوي، وفي هذه اللحظات أصدقائي أعزائي مشاهدينا ومتابعينا حكم لقاء مفتاح العالمي يطلق صفيرته معلنا نهاية الدقائق.